ومعانا على التليفون كابتننا الجميل الكابتن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق وأستاذنا الصحفي والناقد الرياضي الكبير ونجم النادي الأهلي السابق. أهلا بيك كابتن عصام. أهلا يا أستاذ محمد. تجاوب على طول ولا نعيد السؤال؟ لا الحقيقة السؤال واضح هو طبعا السؤال بيحمل أمل للجماهير في أن تتحسن الأوضاع الناديين الكبيرين في مسابقة الدوري، إنما الحقيقة مجرد تغيير مجلس الإدارة أو يعني انتخاب مجلس إدارة جديد يعني بيحمل يمكن نص المشكلة، بيحل نص المشكلة أو أقل من النص شوية. ألا وهي؟ المشكلة وهي تراجع مستوى الأهلي والزمالك، ويعني أنا نص المشكلة لأنه النص الثاني هو نص المليان من الكوب، وهو أنه في فرق أخرى مكافحة صاعدة استطاعت بإدارتها وفي ظل إمكانيات أقل من إمكانيات الناديين الكبيرين أن تتفوق عليهم فنيا وتتصدر مجموعتي الدوري. فيعني ده جزء إيجابي أنا ما بحبش أن أنا أغفله دايما، لأنه في اجتهاد لإدارات واجتهاد للاعبين يعني استطاعوا ان هم يفرضوا وجودهم ولا يهابوا اسم الاهلي والزمالك. ده الجزء الايجابي. الجزء السلبي المتعلق باداره الناديين الحقيقه انا بلتمس العذر ليهم، لان هم اتعودوا انه الفلوس الكتيره اللي عندهم هي اللي تقدر تجيب لهم النجوم وتقدر تعمل الفارق. هذه الايرادات تقلصت نتيجه الظروف العامه في البلد على مدى الثلاث سنوات الاخيره، اللي قلصت العائد الاعلاني وخلصت مساله التمويل وخلصت التسويق الرياضي في ظل مسابقات ضعيفه وغير مضمونه العواقب، غير مضمونه انها تستمر، وبالتالي التعاقدات لا يتم الوفاء بها، فالمدخول اقل، وبالتالي القدره اللي كانوا بيتميزوا بيها يعني تقلصت. يعني الى جانب طبعا انه حصل في السنه الاخيره دي مشاكل اداريه وصلت الى ان احنا اصبحنا مهددين بان احنا نوقف النشاط لو اجرينا الانتخابات، بصرف النظر عن ان انا بعتبر ان معظم هذه التهديدات كانت وهميه، بدليل ان احنا بكره عندنا انتخابات وما فيش حاجه اسمها لجنه انبيه دوليه ولا فيفا تدخلت، برغم ان احنا ما غيرناش حاجه خالص. نعم. احنا بنجري الانتخابات على اساس القانون الحالي الذي وضعته الحكومه، وضعته وزاره الرياضه، وهذا هو كان يعني نقطه الاعتراض، انه هذا القانون او الدوله لا تضع قوانين ولوائح للانديه الخاصه، وان ده يبقى شغل الجمعيات العموميه للانديه، لا تتدخل الدوله وتضع لائحه عامه تسري على كل الانديه بصرف النظر عن الاختلافات اللي بينها. لا شيء من هذا تغير. طيب اديني عندي بس سؤالين عاوز اجابه عليهم سريعة. تفتكر اي رئيس مجلس اداره جاي للنادي الاهلي تفتكر هيغير الجهاز الفني؟ انا اعتقد انه يعني جزء مهم من الصوره انه يعني المديرين الفنيين موجودين، اللي موجودين حاليا في الاهلي والزمالك موجودين لاسباب ماديه اكتر منها فنيه. نعم. مدير الفني لنادي الزمالك تنازل عن مديونيه النادي ليه بعده ملايين وخد منصب المدير الفني، مدير الفني النادي الاهلي وضعته الظروف، هو كان نمره ثلاثه وبعدين بقى نمره اثنين وبعدين بقى نمره واحد، مفيش فلوس ان احنا نجيب مدربين اجانب على مستوى عالي. اعتقد انه الحل هيكون يعني اذا كان هناك قدره ماديه وراء المجلس اللي هينتخب هنا او هنا هيقدر يغير هذا الوضع. بشكر حضرتك كابتن عصام عبد المنعم نجم النادي الاهلي السابق ورئيس اتحاد الكره المصري الاسبق وناقدنا الرياضي المعروف.